خطر ما هي لا لي ماسك ولا لي بلوز ناقصنا الانضباط. وماذا بيا حتى المواطنين من راى منكم منكرا فليغيره. نشوف ناس مجمعين هكا باقيين يداولوا في 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 على امور قال حبس. راكم تلقوا بايديكم التهلكه. وحتى انت ما تخافش على روحك، خاف على والديك غادي يدخل داركم. خاف على اخوك، خاف على اختك، خاف على زوجتك. هذه اللي خاصتنا احنا. ماشي الاخر ان شاء الله. احنا لحد الان فيه سيطره على الموضوع، فيه سيطره. نتمنى باش ما تواخمش حتى توصل مستوى معين عندنا قدراتنا. لا قدر الله. توصل الى درجه اخرى خامسه عندنا قدراتنا. وانتم تشوفوا ان القدرات اللي موجوده عندنا عند الجيش مازال ما استعملناهاش. مازال انا با انكور ديكريتي، مازال ما وصلناش لورجونس ميديكال. فيه ناس مع كل حال امكانيات موجوده.